مع السعودية في المباراة الأخيرة ده في صالحنا وفي صالح السعودية طبعاً. يعني أنت لو قابلتها في الجولة الأولى تعرف بقى في حساسية وتوتر وكل فريق عنده لسه الفرصة إن هو يتأهل، لكن على الجولة الثالثة هيكون في فريق خلاص يعني واحد يكون يا إما الفريقين طلعوا بره يا إما أحد الفريقين طلع بره روسيا فحد هيكون مثلا عمل نقاط جيدة وبالتالي هيبقى عنده الحافز، والمباراة التالتة للفريق الآخر مش هتفرق إنما إن الاتنين يكسبوا مثلا لا صعب إنه يكون مثلا ست نقاط أو عندهم أربع نقاط ويتقابلوا على فوجود السعودية في المباراة التالتة معانا دي ميزة رائعة. إحنا لعبنا السعودية في 25 ديسمبر سنة 75 قبل ما أنت تتولد ماشي، كنا بنلعبهم في استاد اسمه استاد الملز في الرياض، ما كانوش لسه بنوا استاد الملك فهد التحفه العالميه. طبعا. فمنتخب مصر بيلعب مع دوره وديه، دوره فيها ايطاليا وتركيا والجزائر ومصر والسعوديه وفرقه سته. وطلعنا الثاني، وكانت مباراه الافتتاح مصر والسعوديه ومحمود الخطيب جاب جونين. الجون بتاع السعوديه كان اسمه مبروك الترك. الخطيب جاب الجون الثاني من هنا وجري عشان ناحيه سنتر عشان سنتره، جري وراه الجون مبروك الترك لغايه السنتر عضه من فخده خلاه جاب دم الخطيب عشان جاب الجون فيه جون ايه؟ جاب الجون فيه طبعا كان حكم ايطالي، الحكم ايطالي ومات على رحم الضحك، ما لا اداله انذار ولا طرده ماشي ما صدقش. لا وهي السعوديه دلوقتي بس ما قبل كده غلبانه 5-1 في كاس القارات 90 في المكسيك. طبعا اتطرد يومها اتنين من لعبتنا وكان اسوأ مره، واتحل اتحاد الكوره وتم تسريح الجوهري وفتحي مبروك وفعل سمير عدلي وكل الجهاز. لا طبعا الله لا يعدها يعني. لكن عندنا مثلا مشوار السعوديه في مونديال روسيا، السعوديه فزت على فلسطين بصعوبه 3-2، السعوديه مع الامارات فازت 3-0، فازت على العراق 2-1، استراليا 2-2 وخسرت 3-2، مع اليابان خسرت 1 وكسبت 1-0 يعني نتائجها برضو متأرجحة. واعتقد انه السعوديه في التسعينات ليست بقوه السعوديه بس. لا الجيل بتاع سعيد العيران ومرزوق العتيبي وسامي الجابر وسامي الجابر والاجيال لا 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 لن يعوض. هم دلوقتي السهلي نعيمة. السهلي ده صالح نعيمه ويا وسرد بقى كان اسمه ايه وسعيد الدعيع والعيران والشلهوب لا 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 هايل. كان هايل 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 بس برضه جيل دلوقتي بتاع السهلي ده بالنسبه لروسيا بقى روسيا طيب لسه مستمرين مع الاستاذ محمود معروف، هنتكلم على فرق مجموعه مصر. جات لك تعليمات مدته للساعه 2 انا اوكي انا لغيت كل المواعيد هنروح وهنتكلم كمان مديت على مديته مده للساعه 3 انا معاكم مش همشي هنتكلم كمان على الزمالك اكيد هدبسك يعني مش همشي هنروح لفاصل ونرجع تاني في ضيافتنا الاستاذ محمود معروف. ابعتوا لنا رسائل لو حبيتوا على صفحتنا على الفيسبوك صباح رياضه مع منى وطارق. عودة من جديد أعزائي المشاهدين ولقاءنا مع الأستاذ محمود معروف، اتكلمنا على كأس العالم أسفرت عنه قرعة كأس العالم في روسيا، اتكلمنا على مجموعة مصر، اتكلمنا على المشكلة الكبيرة جدا اللي هتقابل منتخب مصر وهي بعد المسافات بين المدن. كان كل البطولات السابقة المباراة الدور الأول بتلعب في مدينة واحدة، فالفريق يلعب الثلاث مباريات ويبقى خايف يقول لك أنا أطلع أول مجموعة عشان أفضل على نفس المدينة. لا هتبقى كل مباراة بينها المدينة اللي في المباراة الأولى والمدينة اللي في المباراة الثانية 1700 كيلو، وبين الثانية والثالثة 1600 كيلو. فكان الله في العون يعني. طيب أستاذ محمود برضه ما انساش الفرقة العربية خاصة إن احنا الحمد لله لينا مشاهد قوي جدا في المغرب ولينا مشاهد قوي جدا في تونس. عايز أبدأ بالمغرب في المجموعة الثانية. أنت عارف يعني أنا نقطة ضعف المغرب المغرب معاها إسبانيا والبرتغال وإيران، والغريب انه صباح يوم القرعه موقع ماركا الاسباني ده اكبر واشهر موقع في اسبانيا كتب ان المغرب واسبانيا والبرتغال في مجموعه واحده. انا عايزك تديني ليها تفسير، هل ممكن انت تتكهن انك تجيب ثلاث فرق مع بعض في مجموعه واحده وموقع كبير زي الماركا؟ لا ما فيهاش تكهن بقى، ده بقى لعبه ملعوبه. اكيد ما تقوليش بقى كوره السخنه اللي قال عليها مارادونا
ايوه بالظبط كده، الكره السخنه الكره البارده. اسحب السخنه، يتفق مع 8 بالظبط كده. اسحب كذا. لا لا واضح، اولا هي فيها اللعبه ان هو اولا ما فيش فريقين من قاره واحده يبقوا في مجموعه واحده. دي كويسه، بس واضح انها لها ده جران كمان، ده اسبانيا والبرتغال. لا بس قاربه، لا لازم تحط فرقتين لانه انت لأن عندك 14 فريق وثمان مجموعات. لكن البرتغال واسبانيا الامور كده صعبه ولا ايه؟ اولا انت عارف انا بعشق المغرب دي، مش عايز كلام المغرب دي اكتر زي مصر والمغرب دول، ما يعني كلنا بنحب المغرب وتونس والبرتغال هي اللي اكتشفت المغرب على فكره. كان في وقت زمان كريستوف كولومبس، طبعا انت ما تعرفش مين كريستوف كولومبس، كان بيلعب في البرتغال كان في كوره سنه 1500 وحاجه، فكانوا رايحين رحله يكتشفوا العالم الجديد او اللي هي امريكا الجنوبيه. مش امريكا الشماليه. جايين من البرتغال كده منطقه اسمها الجرف، الجرف دي بالبرتغالي والجرف بالعربي نفس الكلمه، انت عارف في اللغه ده في عيله الجرف كمان هنا في مصر. اللغه الاسبانيه والبرتغاليه فيها حوالي اكثر من 500 600 كلمه باللغه العربيه. فطلعوا من الجرف دي متجهين جنوبا، رايحين من البحر من المحيط، هيكملوا يعدوا بقى لغايه ما يروح عند امريكا الجنوبيه. فهم ماشيين بقالهم مثلا 8 ايام في بالليل وبالنهار مش شايفين، معهم العدسات، فنبطشيات بص كده، فبص قال له اوه كاسا بلانكا، كاسا بلانكا، كاسا يعني بلانكا بيضة بالإسبانية والبرتغالية، بلانكا يعني اللي هي بلانش بالفرنسي، يعني كاسا بلانكا يعني في قبة بيضة. بعد طبعا ماشيين في وسط المحيط وما فيش حاجة خالص، تفوت جزيرة كده لكن يلاقوا مدينة وحاجة بيضة، قال له كاسا بلانكا في قبة بيضة، قعدوا يجروا، ومن هنا جت كاسا بلانكا بقت كازا بلانكا، المغرب المدينة الدار بيضة كازا بلانكا اللي هي كانت القبه البيضاء. المغرب موجوده من الاف السنين يا استاذ محمود. وليها المغرب. ايوه ما انا بقول لك. لا مش من الاف قوي يعني. يعني لا المغرب، لا كلمه الكازا بلانكا دي جت كازا بلانكا. الكلمه ذات نفسها. الكلمه هم المغاربه بتاع البرتغاليين هم اللي قالوا عليها واطلقوا عليها كده. سموها يعني. سموها كازا بلانكا. لكن كمان عشان كده امريكا الجنوبيه كلها تتحدث الاسباني باستثناء البرازيل تتكلم البرتغالي طبعا. طب كيف ترى المجموعه بقى؟ معاهم ايران طبعا كمان. المغرب يعني ادائها في كل البطولات العالميه اللي شاركت فيها رائعه جدا، ممتازه جدا جدا جدا، وكان عندها اجيال المغرب يعني جيل 86 اصدقائك كانوا كلهم وجبتهم وتيمومي وجبتهم هنا الزاكي جم لعبوا في الدوره والبياز وحداوي جم يعني كنا قاعدين في كنت قاعد مع المحافظ اسكندريه المستشار السيد الجوساقي، وكان عايزين يرجعوا الدوره الصيفيه وقالوا نجيب فرقه مش عارف، قلت لهم هتجيبوا فرقه من المغرب، قالوا طب ما نعرفش، قلت لهم انا اتكلم، رحت مكلم الحاج محمد المديوري كان اللي هو ايه رئيس الحرس الملك الملك الحسن الثاني، وقلنا له عايزين فريق مغربي يجي يشترك في الدوره، قال قوي يا سيدي كله سرور، وراح جاي فريق الكوكب المراكشي كان صيف 6 بعد كاس العالم على طول، وراح جايب معاهم بقى كل اللعيبه بتوع المغرب اللي هم كانوا في كاس العالم، جم مع فرقه الكوكب المراكشي كلهم، وطبعا عايزين قالوا كل عايزين نروح نشوف الفنان عادل امام، الفنان عادل امام ماشي، احنا بنحب عادل امام وصفية العمري. بالليل امبارح انا كنت في حفله سفاره الامارات امبارح، قابلت مين؟ صفية، قلت لها ازيك يا محمود ازيك؟ قلت لها انت صفية العمري ولا العمري؟ في المغرب يقول عمري، قالت يا محمود بقولها غلط لان عمر بن الخطاب ما اسموش عمر بن الخطاب، اسمه عمر بن الخطاب، فالعمري انا. فهم هناك دخلوا وديتهم عند الفنان عادل امام، كان بيعرض اظن الواد سيد الشغال، يا لهوي طبعا طلع عادل امام بره الاستاره مقفوله، طلع عملوا له تكريم العام قبل الماضي طبعا، قلت له حب غير عادي، قلت له لو قلت المغرب هيشيلوك فوق كتافه، لا بيحبوه، راح مهرجان تطوان رجع قال لي يا محمود اللي انت قلته مش نص اللي انا شفته. طيب الجيل الحالي بقى، فراح طالع عادل امام على المسرح قال سقفوا للناس اللي شرفونا في 86 وسطيكم
نجوم منتخب المغرب يا دي عندهم مثل 98 كان مميز كمان. اه طبعا كان ماتشو ومصطفى حجي وبصير صلاح الدين كان جيل مميز. الجيل الحالي بقى هو في وجود رونار ممكن يكسب اسبانيا يكسب رونار المدرب الفرنسي ممكن يكسب اسبانيا يكسب. ما انت عشان تطلع تعدي الدور الثاني لازم اكسب ماتش لازم تضرب حد من الاثنين. يعني ايران ممكن اعتقد يكسب مليون المكسب ايران ويعمل تعادل مع الفريقين التانيين كده زي ما انت قلت يا استاذ محمود. احنا نعتبر مجموعتنا طبعا يعني قياسا بلجيكا وانجلترا بلجيكا دي من احسن فرق العالم والبرتغال واسبانيا لا لا ده احنا فعلا 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 يعني رؤيتك ايه لمنتخب تونس؟ منتخب تونس هو برضه عمل يعني لا هو الجزائر طبعا احسن فرقه عربيه عملت لما غلبت المانيا وكده لكن تونس برضه تقدر تعمل مع المدرب معلول نبيل معلول يقدر والله يعمل له يعني هو طبعا هي يعني تونس يا لو عملتها وكسبت فرقه من الثلاثه اللي معاها رائع يا كلها احلام وتمنيات وامنيات. نبيل معلول ليه تصريح امبارح بيقول ان مجموعه مصر ليست سهله وانه الثلاث مجموعات اللي فيها الفرق العربيه او الاربع فرق صعب. عربيه وعنده حق في طبعا مباراه مصر والسعوديه صعبه جدا. راجل انا كاتب المقال بتاع النهارده في الجمهوريه السعوديه اصعب من روسيا واورجواي بس المباراة الثالثة دي تسهل الأمور شوية إنها في الصورة تكون اتضحت يعني كلام نبيل الكلام واقعي وعقلاني وإن يعني طيب جاي رش مباراة تيفو اللي هو الدخلة يعني اللي رفعته جماهير نادي الهلال في مباراتها مع المريخ الدخلة بيقولوا عليها تيفو طبعا هم كسبوا الدوري بنبارك لهم وعملوا مردود كويس وفازوا على المريخ اللي هو الهلال الهلال ده اللي هو النادي الاهلي هناك في السعوديه. هشام محمد هارد لك استاذ منى عبد الكريم تردد انها رفضت الانضمام لقائمه كابتن محمود الخطيب لانه اشترط ترك الاعلام والتفرغ لعضويه النادي وهي التزمت بالتمسك بعملها كاعلاميه طبعا مظبوط لا عندك حق والله برافو عليك. محمد عندك. خليل صباح الخير معك محمد خليل من قريه مزغونه ممكن استاذ محمود يكلمنا عن فرص منتخب مصر في كاس العالم واخر اخبار الزمالك هنتكلم عن الزمالك بقى. الزمالك هيمثل منتخب مصر في كاس العالم عشان يرجع بدري يعني نرجع بدري طبعا فرص مصر كم في الميه؟ لا فرص مصر الطبيعي ان الاورجواي تغلبنا ان روسيا على ارضها تغلبنا ان السعوديه فلكن في هذه